تاريخه ويتفوق على ريال مدريد في عدد مرات الظهور في مونديال الأندية، اللي عنده 5 مشاركات في المركز الثالث بعد الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندا، اللي طبعا في الصدارة للنيوزيلندا عارفين وضعها عامل ازاي في المشاركة في مونديال الأندية، 9 مرات بيشاركوا. الفيفا وصحف العالم بيهنوا الأهلي باللقب وبيكلموا عنه كلام حلو قوي، لكن قبل ما نشوف قالوا ايه نشوف الأستاذ إبراهيم حجازي، أو نقول النائب المحترم إبراهيم حجازي، اللي برحب بيه وببارك له بهذا الموقع الجديد اللي بيضيف، هو الأستاذ إبراهيم بيضيف لأي مكان يبقى موجود فيه. أهلا وسهلا بحضرتك. تأخير يا أستاذ أسامة، وكنت وحشنا يا أستاذ أسامة فعلا يعني، إنما الحمد لله جيت وسبت عليك كلنا دلوقتي. ربنا يخليك، ربنا يخليك. وبشكرك جدا يعني، مبروك مره تانية. طبعا حضرتك بتضيف لاي مكان حضرتك بتكون موجود فيه. ربنا يخليك. ايه راي حضرتك في اللي حصل امبارح؟ يعني الناس عماله بتتكلم بتقول الزمالك لعب والاهلي فاز. الكابتن طارق يحيى بيقول الاهلي ما كانش يحلم انه حتى يوصل لضربات الجزاء، وانا شايف ان ده كلام غريب شويه على فرقه جابت جون في اول 6 دقايق، فمنين ما كانش يحلم ومنين انه يوصل للنتيجه دي؟ على طيب، ما هو احنا استاذ اسامه لما احنا دايما بنقول ابحث عن الاداره، خدت بالك، هتلاقيها ورا اي نجاح وخلف اي سقوط الاداره دايما، تمام؟ عندما يكون التفكير بهذا المنطق يبقى عليه العوض ومنه العوض في اي حاجه. احنا منين نفكر في اي شيء؟ لان اذا كنا هنتكلم كلام وشعر وحاجات زي زمان لما كنا بنتكلم عن نرمي في البحر ونعمل في البحر، فاكتشفنا ان نقدرش نرمي في البحر، لما سكتنا كسرنا الدنيا. صحيح. اللي حصل في الماتش بتاع امبارح في المباراه، يعني زي ما حضرتك قلت، فرقه بعد 3 دقايق ولا 4 دقايق جايب الجون، كنت متقدمه، والزمالك جاب جون حلو جدا، جاب شيكابالا وبقى متعادلين، تمام؟ انما اذا كنا هنقيس فنيا، عايزين نتكلم فنيا، اصل الكلام ده كله يعني اللي هنقعد نتكلمه ده كلام، ما تاخذنيش يا استاذ اسامه، ده كلام بتاع كلام اهاوي اهاوي لا مؤاخذه، يعني جنرات الاهاوي. الكلام ده نقوله في الاسم بقى، ونروح نعمل اي في اي حته نقطه نعمل بلاغ ونكتب نقول اللي احنا عايزين نقوله فيه. انما بالمنطق في ماتش انتهى بفوز ونتيجه كبيره اتحققت، انما لا، عايزين نتكلم فنيا في الماتش. اتفضل. الاهلي ما جاب الجون، و بطبيعة الأمور حصل الانكماش ده، وأنا رأيي أنه راجع لأن فرقة الأهلي ينقصها القائد في الملعب، أنا رأيي مش يعني ما كانش في يعني تفرق مع الأهلي واحد زي وليد سليمان، لعيب كبير يقدر يتكلم في الملعب، ده مهم جدا، القائد اللي في الملعب. ما علينا، جه الشوط الثاني، الواضح اللياقة البدنية، بقول برضه للكابتن طارق يحيى والكل يحيى، يعني أن الزمالك في الشوط الثاني واضح تماما أنه خلص بنزين، خلص مش قادر، وكمية الشد العضلي اللي حصلت اللعيبة يمكن 4-5 مرات، ده دي جزء. الجزء الثاني تعال نشوف، أنا اللي هو أنا لما بقى متسيد الموقف بيبان لي في الفرص اللي تحققت أو التي لم تتحقق، الفرص اللي أنا كنت عاملها كانت أقرب للتهديف، فبنشوف الفرص اللي لاحت الفرقتين، الأهلي واحدة اللي عملها حسين الشحات اللي جت في القايم، وزيزو الشوطه اللي شاطها وجت في الايه برضه. خلاف ذلك لم يكن هنالك اي فرصه حقيقيه للزمالك عشان يتقال فيها ان هو كان هيوصل. هي المشكله ان هو الزمالك نزل الشوط الثاني، وهو متخيل ان الماتش خلص، ما غيرين التيشيرتات ومتكلم يعني ايه، واضح ان الكلام اللي تم يعني ما كانش في حد بيتكلم مظبوط، فهو اعتبر ان الماتش خلص، فما الماتش ماشي طبعا تمام. انا بقول ان الماتش ده ان خط دفاع الاهلي او خط ظهر الاهلي منضم اليه الاثنين اللي هو السوليه وحمدي فتحي، الاثنين السته دولت عملوا مباراه كبيره جدا لدرجه انهم اوقفوا كل اي خطوره لفريق الزمالك، يعني امسك كوره في نص الملعب زي ما انت عايز، انما العبره انك انت خلقت فرص قد ايه، جبت جوان قد ايه وخلقت فرص قد ايه. ما عليه الكلام ده كله كلام ملوش فايده. اللي انا اتمنى ان انا عشان خاطر في مره نقدر نستفيد من اي حاجه، الاستفاده من ده كله، لا، في اخطاء كثيره جدا وقعت في الماتش. اذا كان الزمالك في الشوط الاولاني هاجم وعمل كله، بس هو ما عملش في الشوط الاولاني الا الجول، وفي الشوط الثاني الكره اللي راحت في القايم اليمين،
نفس الحكايه الاهلي برضه عمل ده والكره اللي قطعها الاهلي. الاخطاء اللي انا اتمنى الاستاذ طارق يحيى يقود الدفاع عليها، لما يجي حد طالب دفاع زي محمود علاء بيطلع كوره دايما المدافعين لما تطلع كوره ما تطلعش كوره في وسط الملعب. طلع كوره على النبع عشان ما تعملش خطوره عليك. الكوره اللي جابها قفشه جون الكوره بتشط كده طلعها بدماغه نزلت. قفشه قطع طبعا برضه ما فيش ضغط عشان الزمالك كان فقد يعني كل المجهود بتاعه اللي عمله في الشوط الاولاني في الشوط الثاني بيشرب. الكوره اللي اتردت من محمود علاء كان طبيعي ومنطقي والحد ان اي حد يشيلها من دفاع الزمالك يعني موجودين. قفشه تقدم اربع خمس خطوات وان هم بيتفرجوا عليه وراحوا وشاط وعملوا كلام من غير ضغط عليه، كل ده بيبين لك ان ايه الثغرات اللي موجوده. ده كلام كله بنتكلم من الناحيه الفنيه، من الناحيه بقى اللي عايز يقول اي حاجه يقول ده دي مش القضيه، انما انا اقول ان مصر كانت هي اللي كسبانه ان احنا بنوصل لنهائي افريقيا فريقين من مصر. صحيح. بطبيعه الامور في فريق هيكسب وفريق مش هيخسر، انما ده في الاول وفي الاخر حاجه قيمه جدا لمصر ان يكون نهائي افريقيا مصر. المباراه كانت مشرفه جدا استاذ ابراهيم. لكن طبعًا. لكن حضرتك كنت موجود في الملعب لا. وشفت الخناقه اللي حصلت بعد كده، انا شفت لها فيديو قصير، ده كان سببها ايه؟ انا ما اعرفش، ما هو انت هيحصل برضه حاجات، ما هو للاسف يا استاذ اسامه اما يبقى احنا في نادي، احنا في شحن بقالنا 3 4 5 سنين، في واحد حد عمال مسؤول في نادي عمال بيضغط على ايه؟ على التعصب، بيضغط على فرقتك انها تبقى مشحونه غلط، ويضغط على الفرقه الثانيه انها تبقى يعني مبقوقه منك من الغلط اللي بتعمله. يعني من دليل هذا الكلام في لعيب في الماتش اللي فات قبل الماتش ده، كان في ماتش في كاس مصر ما اعرفش ولا في ايه كده، كان الزمالك وفرقه ثانيه وفي لعيب مش فاكر اسمه ايه السوبر كانوا بيلعبوا، كان لسه من اسبوع من 10 ايام في يعني الدوري اتفضل حاجه في الدوري او مش فاكر كان في ايه. المهم الراجل ده طرد عمل حاجه راح تفس على لعيبه ثانيه او حاجه، ودي ثاني سابقه او ثالث سابقه ليه. انما لما تيجي تشوف التصريح اللي بيقوله بقى بيقول لك انما هما بيضطهدوني عشان انا بحب الزمالك وان انا انت واخد، ما هو كلمتين من لعيب زي ده دون ان يحاسب من الاداره على ده يخلق عند الجمهور تعصب رهيب جدا، ويخلق في الملعب تعصب رهيب جدا. هو مقتنع ان اللي بيعمله ان ده حب، فرط حب للزمالك. بالعكس الزمالك بريء من اللي بيحصل ده، واحنا يعني فده كله نتيجه الشحن الغلط يا استاذ اسامه اللي حصل في الفترات اللي فاتت دي كلها. نعم. احنا في الفترات اللي فاتت دي كانت كل البرامج الرياضيه 95% من الخبر الرئيسي فيها مشاكل. محدش بيكلمك على حاجه فيها ايجابيات والحاجات دي كلها. تمام. عايز اقول ان فوز مصر، وانا بعتبره فوز لمصر مش لاهلي ولا الاهلي، في الاخر ده فريق من مصر يعني، انما هو بيضيف لمصر قيمه كبيره جدا في القاره الافريقيه. فوز مصر ببطوله افريقيا ده حدث مهم جدا جدا جدا، احنا ما احوجنا الاهلي يكسب بقى دي، الزمالك يكسب دي، اي فرقه اهلا باللي يكسب بس يعملوا ده. الاهلي كسب ده انه هو الذي استطاع بالاداره بتاعته بالنظام اللي فيه وشويه ما تبقى من قيم وحاجاته ده انه يقدر يحقق ده الحقيقه. تمام استاذ ابراهيم، اولا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، واتمنى ان احنا نلتقي بحضرتك قريبا، نستمتع ب حوارك الممتع حول قضايا الوطن وقضايا الرياضه. يعني الاستاذ ابراهيم لما بيكلمنا ما بيكلمناش بس في الرياضه، بيكلمنا عن كل ما يهم الوطن وكل ما هو مهم.